السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتمه باخر اخبار العملات الرقميه. طبعا اصدقائي طلعت كثير اخبار على انشاء البلوك تشين الخاص بعمله شيبا اينو وطرحه في شهر مايو او شهر يونيو. حاليا اصدقائي راح اتكلم عن صحه هاي الاخبار، راح اتكلم عن خطوط الدعم لعمله شيبا اينو، راح اتكلم عن الوجهه القادمه للبيتكوين. خليكم معنا لنهايه الفيديو اصدقائي لحتى تعرفوا كل مستجدات سوق الكريبتو. اما نبلش في فيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسى تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، وحتى تدعمنا لنقدم مزيد من المحتوى. طبعا اصدقائي بالوصف راح اترك لكم روابط الخاصة بمنصة بيتجيت، طبعا قريبا راح ننضم لمنصة كوكوين. قريبا اصدقائي راح نعمل شراكة مع منصة كوكوين، راح توفر لنا كثير من المميزات الرائعة جدا لاعضاء قناتنا. خليكم معنا اصدقائي وتابعوا معنا الاحداث الجاي اولا باول. طبعا اصدقائي وغدا راح اتكلم عن اكتتاب قوي جدا جدا بمرابح بتفوق 10,000%، مثل ما بتقول الشركة الخاصة بالعملة. طبعا اصدقائي العملة راح تعمل انفجار كبير جدا بالسعر. ما راح اطول عليكم فيديو اصدقائي، خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي من ساعات شفت التقرير الخاص بواتشر نيوز بتقول شيباريوم هل ستصدر في مايو ام في يونيو 2022؟ شيباريوم اللي هو البلوكشين الخاص بعملة شيبا اينو. طبعا اصدقائي شيتوشي كوساما اللي هو الداعم لعملة شيبا اينو او هو احد المطورين الخاصة بعملة شيبا اينو، صار في سوء تفاهم بينه وبين احد المتابعين. احد المتابعين سأل قال له امتى رح يتم طرح شيباريوم؟ قال له رح يتم طرح شيباريوم متوقع في هذا الشهر او الشهر القادم، يعني في شهر مايو او شهر يونيو. طبعا وفي واحد تاني سأل قال له اين يمكنك العثور على شيباريوم؟ قال له يمكنك البحث والرؤية مستجدات شيباريوم. طبعا اصدقائي لحد الان ما في بيان رسمي من الشركة، هذا مجرد داعم للعملة، ما في بيان رسمي من شركة شيبا اينو او من صفحة شيبا اينو بتدل على الموعد المحدد لإنشاء البلوكشين الخاص بعملة شيبا اينو. طبعا حاليا منتشر كثير من الشائعات لترفع من عملة شيبا اينو، لكن لحد الآن أصدقائي ما في بيان رسمي من الشركة على إنشاء شيباريوم. قالوا رح ينشئوا البلوكشين الخاص بعملة شيبا اينو، لكن لحد الآن الموعد الخاص بالطرح موعد غامض جدا جدا. وحسب هذا التقرير عم بيقول إنه هي مجرد سوء تفاهم بين المعلق على التغريدة وبين شيتوشي كوساما. لحد الآن ما في موعد محدد لطرح البلوكشين الخاص بعملة شيبا اينو. أما تحليل عملة شيبا اينو أصدقائي، طبعا كنا عم نتداول قبل انهيار سوق العملات المشفرة، كنا عم نتداول عند الترند الهابط، طبعا فشلنا بالكسر 3 مرات عند مناطق الأسهم اللي رسمها قدامكم أنا. طبعا لمس الترند وصار عندي هبوط أكثر من مرة. حسب مخطط فيبوناتشي أصدقائي كسرنا الدعم القوي الخاص بعملة شيبا اينو عن منطقة 0.419. لذلك اصدقائي توجهنا حاليا لخط الدعم 0.415، وخط الدعم التالي اصدقائي اللي عندي اياه هو على 0.412. انا بهاي المنطقة اصدقائي بقدر بكل سهولة اني اعزز. طبعا اصدقائي استخدمنا استراتيجي في ظل انهيار السوق، عززنا عند خطوط الدعم او فتحنا صفقات عند خطوط الدعم الخاصة بكل عملة، او بالاحرى فتحنا صفقات عند دعوم البيتكوين. طبعا اصدقائي كل دعم كان متوقع يعمل ارتداد. عند الدعم الاول فتحنا صفقة لونا، عند الدعم الثاني فتحنا صفقة داسك، وعند الدعم الثالث فتحنا صفقة ابي اللي هي عملة القرد. طبعا اصدقائي لحد الان احنا مكملين بالصفقات، صار هبوط قاسي جدا للسوق اصدقائي. طبعا ما في اي دعم من الدعوم التالية قدر يوقف بوجه البيتكوين، طبعا كان على الاقل لازم يعطينا ارتداد نطلع منه بمربح بسيط، لكن للاسف اصدقائي صار انهيار كبير بسوق الاسهم وسوق العملات المشفره. حاليا اصدقائي نحن على الاغلب متوجهين لمنطقه 28,000. هاي المنطقه اصدقائي واضحه بانه هاي المنطقه صار فيها الارتداد من قبل. طبعا تكلمت على فريم الاسبوع بالفيديو السابق وقلت انه الفرصه الوحيده لحتى البيتكوين يرتد انه يلامس منطقة من منطقة 28 الى منطقة 25. طبعا اصدقائي
حاب أوضح فكرة إنه في عندي دعم على منطقة 28. إذا تم كسر هذا الدعم ممكن يتوجه بشكل كبير على منطقة 10,000، هاي المنطقة رسمتها بالفيديو السابق. وهذا أمر وارد جدا أصدقائي، منطقة التجميع اللي تمت من قبل وينطلق منها البيتكوين إذا كسر الدعم الموجود أمامكم. نحن حاليا ندور مناطق خطرة جدا أصدقائي، ممكن الارتداد يصير من خط الدعم اللي أنا موجود عنده حاليا ويرتفع البيتكوين، أو لازم يكسر بيتكوين ويلمس منطقة 28,000، بعدها يصير عندي الارتداد. لذلك أصدقائي، أي ارتداد حاليا بصير هو ارتداد لكسر القمة التاريخي. طبعا في بعض الأشخاص دقوا لي قالوا دخولك بالصفقات كان غلط. أصدقائي، أي محلل إن كان أنا ولا غيري، نحن دخلنا عند خطوط دعم واضحة، خط الدعم ما صمد لأن كان انهيار كبير في سوق العملات الرقمية وسوق الأسهم. هذا الانهيار أصدقائي ما كان متوقع أبدا، كان النهاية للبيتكوين هبوطه لمنطقة 37، لكن بعد ما كسر منطقة 37 كان دعم على 35، وهدول دعوم قوية أصدقائي. أنا ما بنزل أي صفقة عن دعم إلا يكون الدعم قوي جدا، لكن للأسف أصدقائي هدول دعوم انكسروا مثل شرب المي، يعني كان دعوم ضعيفة جدا جدا قدام الهبوط القاسي اللي صار. هلا املنا الوحيد اصدقائي الارتداد بمنطقة 28,000 لكسر القمة التاريخية للبيتكوين. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المال الرقمي. مع السلامة، بدكم بخير.